بسم الله الرحمن الرحيم. مدام محمود غزلان، انا متواجده اليوم في هذا اليوم العظيم، اليوم العشر الاواخر من رمضان الكريم، في التظاهره اللي هي في اطار العدل، وبصفتي انني رئيسه الجمعيه المغربيه للفن والتنميه تابعه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكنلتحق بزاف ديال التظاهرات اللي في هذا الميدان اللي كتوجد، والحمد لله كانت مزيانه. وهنا اليوم حنايا متواجدين في هذا الحفل اللي هو كان فطور جماعي ديال العدول، وكان فيه حتى معرض فن تشكيلي. بهذه الصفه انا متواجده هنايا في هذه التظاهره. شكرا.